السلام عليكم يا شباب، معاكم فاروق. في شباب كتير اوقات بتحتاج انها تغير الجي بي اس والموقع واللوكيشن اللي هي فيه، وده ممكن يحصل لاسباب مختلفه. سواء كنت عايز تغير الجي بي اس وموقعك الحالي على تطبيقات الخرائط، او هتغير موقعك علشان تلعب بعض الالعاب واللي بتعتمد في الاساس على الموقع واللوكيشن، او حتى كنت عايز تغير اللوكيشن بتاعك على منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وتكون مثلا داخل امريكا او انجلترا او اي دولة تانية في العالم. وطبعا في برامج وتطبيقات مختلفة لتغيير وتزييف الموقع والجي بي اس، لكن النهاردة انا جايب لكم اسهل برنامج نقدر من خلاله نغير موقعنا على اجهزة ايفون، وهو برنامج iAnyGo. وهنعرف ازاي نقدر نجرب البرنامج ونستخدمه مجانا بدون اي تفعيل مدفوع، ونغير موقعنا الحالي من خلاله لاي موقع او لوكيشن تاني في العالم. ودلوقتي خليك جدع وانزل اشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا نبدأ. وفي البداية خلونا نروح للموقع الرسمي لبرنامج iAnyGo علشان نشوف ونعرف اهم تفاصيله ومميزاته. وهنا بيقول لنا اننا نقدر نغير موقعنا على اجهزة ايفون واجهزة اندرويد بضغطة زر، وبيقول لنا ان البرنامج بيعمل على جميع تطبيقات السوشيال ميديا، وكمان البرنامج متوافق مع احدث اصدارات السوفت وير، سواء اصدارات iOS لاجهزة ابل او حتى اصدارات الاندرويد المختلفة لباقي براندات وشركات الموبايل اللي بتشتغل بنظام الاندرويد زي هواوي وسامسونج وشاومي ولينوفو وغيرها من البراندات دي. وداخل الموقع الرسمي هنا هنلاقي تفاصيل ومعلومات عن البرنامج وشرح سريع لطريقة استخدامه واهم المميزات المدعومة عليه، لكن احنا تعودنا اننا لازم نجرب بنفسنا، فبالتالي هنطلع فوق خالص وهنحمل البرنامج من هنا على الكمبيوتر بتاعنا. والبرنامج متوفر منه نسخة لأنظمة ويندوز ونسخة تانية لأنظمة ماك او اس، وانت بتحمل النسخة المتوافقة مع نظام التشغيل بتاعك. ولما حملنا البرنامج عندنا هنضغط عليه وهنعمل له تثبيت على الكمبيوتر بطريقة عادية زي اي برنامج تاني، وهنستنى شوية لحد ما تتم عملية التثبيت. وبعد ما ينتهي تثبيت البرنامج هنشغله وهيظهر قدامنا بالشكل ده. ولو انت لغتك الانجليزية ضعيفة شوية فتقدر تغير لغة البرنامج من الاعدادات هنا، لان البرنامج بيدعم لغات كتير ومن ضمنها اللغة العربية. وهنا البرنامج داعم عمليات مختلفة، واولهم واهمهم عملية تغيير وتزييف الموقع، ودي العملية الاساسية هنا في البرنامج، لكن بيدعم كمان عمليات تانية مختلفة زي عمليات الحركة بين نقطتين او نقط مختلفة، وهنتعرف على العمليات دي في اخر الشرح ان شاء الله. لكن خلونا نبدأ باول واهم عملية، وهي عملية تغيير الموقع والجي بي اس. واحنا هنشرح طريقة استخدام العملية دي على اجهزة ايفون، لكن انت تقدر تنفذ نفس الشرح ده على اجهزة الاندرويد بس مع اختلافات بسيطة اثناء التوصيل. ودلوقتي هنضغط هنا على دخول في البرنامج علشان يحولنا على صفحة التوصيل دي، وهنوصل الايفون اللي معانا بكابل اليو اس بي علشان البرنامج يتعرف عليه. ولما البرنامج يقراه ويتعرف عليه زي ما شايفين كده، هنضغط على التالي في البرنامج وهتظهر لنا الصفحة دي، فهننتظر شوية لحد ما تكمل تحميل، وبعدها البرنامج هيحولنا على الصفحة دي علشان نفعل وضع المطور سواء على اجهزة ايفون او على اجهزة الاندرويد. واحنا حاليا بنجرب على جهاز ايفون، وبالتالي هنفعل وضع التطوير من داخل الاعدادات ثم اعدادات الخصوصية، وهنلاقي في البرنامج هنا صور لشرح العملية وخطوات تفعيل وضع المطور على الايفون. ولما نفعل وضع المطور على الايفون هيطلب مننا عمل ريستارت وعادة تشغيل، ولما الايفون يفتح ويشتغل تاني هتظهر لنا رسالة تفعيل وضع المطور، فهنضغط على اون او تشغيل وتفعيل. ولو رحنا لاعدادات الايفون مرة تانية هنلاقي انه تم تفعيل وضع المطور بنجاح، وهنستنى لحد ما البرنامج يتعرف على الايفون تاني بعد عملية اعادة التشغيل، وبعدين هنضغط على التالي في البرنامج وهنستنى شوية لحد ما يحولنا على صفحة الخرائط اللي قدامنا دي. ولاحظ هنا ان البرنامج اتعرف على موقعنا الحالي وهو داخل دولة مصر، وفوق هنا هنلاقي ايقونات واختصارات لكل العمليات المدعومة على البرنامج. طيب دلوقتي احنا عايزين نغير الموقع واللوكيشن بتاعنا، فنقدر نعمل كده ازاي؟ بص يا باشا، هنطلع فوق في البرنامج هنا وهنروح على صندوق البحث ده وهنكتب فيه اسم الدولة اللي عايزين نغير موقعنا الحالي ليها، وخلونا نجرب ونشوف. دلوقتي انا هكتب USA علشان تظهر لي الولايات المتحدة زي ما شايفين كده، ودلوقتي هضغط عليها، وبعدها البرنامج هيحولنا مباشرة على الموقع اللي اخترناه وحددناه وهو داخل الولايات المتحدة زي ما شايفين كده. ونقدر كمان نخصص الموضوع اكتر ونروح ونبحث عن اي دولة او اي مكان يكون داخل الولايات المتحدة مثلا،
لحد ما نستقر على الموقع اللي احنا عايزين نغير اللوكيشن والجي بي اس بتاعنا ليه. ولما نخلص هنروح ونضغط هنا على بدء العمل في البرنامج، وهتظهر لنا الرسالة دي وبتقول لنا لازم نقفل اي تطبيقات مفتوحة تكون بتعتمد على الموقع واللوكيشن، واحنا هنضغط على استمرار، وبعدها يتم تفعيل الموقع الجديد بنجاح. ودلوقتي لو رحنا للايفون بتاعنا وفتحنا تطبيق الخرائط الاساسي عليه هنلاحظ ان موقعنا اتغير على الخريطة وبقى داخل الولايات المتحدة زي ما شايفين كده، وهنلاقي برضو الموقع واللوكيشن اتغير على كل تطبيقات الخرائط التانية زي تطبيق خرائط جوجل في حالة انك كنت مثبته على الايفون زي ما شايفين كده. ونقدر نرجع تاني للبرنامج ونروح ونحفظ احداثيات الموقع ده بحيث لو حبينا نرجع له تاني في اي وقت. بس لاحظ معايا لما ضغطنا هنا علشان يضيف لنا الموقع في قائمة المفضلات ظهرت لنا رسالة طلب التفعيل دي، وبيوضح لنا هنا الفرق بين عمليات الإصدار المجاني والعمليات اللي نقدر نستخدمها على الإصدار المدفوع. يعني كل العملية اللي فاتت واللي قدرنا نغير فيها موقعنا بنجاح فنقدر نعملها مجانا على البرنامج وبدون أي تفعيل، لكن مرتين فقط للنسخة المجانية. بس لو عايزين نستخدم البرنامج ونغير موقعنا مرات كتيرة وبدون اي قيود فلازم قبلها تشتري تفعيل البرنامج او تبحث عن سيريال او كراك ليه على الانترنت. وطبعا انا معايا سيريال تفعيل للبرنامج علشان اجربه معاكم، وبالتالي لو انت معاك سيريال تفعيل للبرنامج فتقدر تطبق معايا نفس الخطوات اللي جاية. هروح وهضغط على تسجيل هنا علشان تظهر لي نافذة التفعيل دي، وهكتب فيها معلومات التفعيل بتاعي واللي هم الايميل وكود التفعيل، وبعدين هضغط على تسجيل الدخول والبرنامج هيعمل اتصال سريع بالسيرفر، وبعد كده هيظهر لنا خطة التفعيل بتاعنا زي ما شايفين كده، وهنلاقي فيه مدة التفعيل وتاريخ انتهائه وعدد اجهزة الايفون اللي اقدر اشتغل فيها على البرنامج، وكمان عدد اجهزة الكمبيوتر اللي اقدر استخدم البرنامج عليها. ولو رجعنا تاني للبرنامج بعد ما فعلناه ورحنا لقائمة المفضلة مرة تانية ورحنا للسجلات هنلاقي فيها الموقع والاحداثيات اللي استخدمناها على البرنامج، ونقدر نختار منها الموقع اللي احنا محتاجينه ونضغط على استخدام، وبعدين نروح ونضغط مرة تانية على بدء العمل في البرنامج علشان بعدها يتم تفعيل الموقع واللوكيشن على الايفون بضغطة زر وبدون ما نرجع نبحث عن الدولة او نبحث عن الاحداثيات مرة تانية. طيب لو حبينا نرجع تاني لموقعنا الاصلي هنعمل ايه وقتها؟ بص يا باشا، بمنتهى السهولة هنروح للبرنامج تاني وهننزل تحت وهنروح وهنضغط هنا على العملية دي، وهتظهر لنا رسالة بتقول لنا ان الايفون هيعمل اعادة تشغيل وريستارت، فهنضغط على نعم، وبعدها الايفون هيعمل اعادة تشغيل، وبعد ما يكمل اعادة التشغيل لو رحنا وفتحنا اي تطبيق خرائط عليه فهنلاقي ان موقعنا اتغير مرة تانية ورجع للموقع واللوكيشن الاصلي واللي كنا فيه قبل كده قبل ما نغير موقعنا على البرنامج. وده كان شرح الاهم عملية مدعومة على برنامج iAnyGo، وهي عملية تغيير وتزييف الموقع والجي بي اس. لكن البرنامج بيدعم عمليات تانية وخلونا نتعرف عليها سريعا كده. عندنا هنا عملية حركة النقطة الواحدة، وخلونا نوصل الايفون بالكابل ونضغط على دخول علشان البرنامج يتعرف على الايفون بتاعنا ويحولنا على صفحة الخريطة دي، ومن هنا بيظهر لنا موقعنا الحالي ونقدر نختار اي نقطة تانية على الخريطة سواء بقى كانت دولة او محافظة او حتى مدينة صغيرة. ومن هنا بنقدر نختار سرعة الحركة سواء سرعة عادية الانسان او سرعة دراجة او حتى سرعة عربية او سيارة، وبعد كده بنضغط على بدء التحرك في البرنامج علشان بعدها يظهر لنا خط سير ونقطة حركة بين الموقعين اللي اخترناهم، وبيبدأ التحرك من نقطة الموقع الحالي لحد النقطة اللي احنا اخترناها وحددناها. وبنفس الطريقة دي نقدر نستخدم عملية الحركة المتعددة في البرنامج هنا، يعني بدل ما كنا بنختار نقطة واحدة على الخريطة فنقدر دلوقتي نختار ونحدد أكتر من نقطة، ولما بنختار النقط اللي احنا محتاجينها بنضغط هنا على بدء الحركة في البرنامج وبيبدأ الموقع يتحرك من النقطة الأصلية مرورا بالنقط والمواقع اللي احنا حددناها مسبقا على الخريطة. وكمان الحركة دي بتظهر على خرائط الايفون، واعتقد ان العمليات دي مش مهمة قوي بقدر اهمية العملية الاساسية وهي عملية تغيير الموقع واللوكيشن. وده كان شرح كامل لطريقة استخدام برنامج iAnyGo، وزي ما شفنا فالبرنامج سهل وسريع ونقدر من خلاله نغير ونزيف موقعنا لأي موقع تاني بمنتهى السهولة وبضغطة زر، وكمان مجانا وبدون اي تفعيل. لكن زي ما قلنا لو انت عايز تستخدم كل العمليات اللي موجودة على البرنامج فتقدر تشتري التفعيل بتاعه او تبحث عن سيريال او كراك ليه على الانترنت وتستخدم البرنامج في تغيير وتزييف الموقع على اجهزة ايفون واجهزة اندرويد بدون اي مشاكل. وبس كده،
طبعا لو استفدت من الشرح ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، واشوفكوا على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.